السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه. نتمنى تكونوا على خير. اليوم غادي نشوفوا واحد جوج وصفات ديال اطباق صحيين اللي كنقولوا لهم ميل بريب، يعني كيتقدروا توجدوهم من قبل يعني كينقصوا عليكم وقت بزاف، وفي نفس الوقت حتى اللي كيكون خدام ولا شي حاجه يقدر يديه معاهم. غنشوفوا هاد جوج وصفات، وحده بالحوت وحده بالدجاج. بالنسبه للمقادير مضبوطين غادي تلقاوهم في صندوق الوصف. نبداو على بركه الله بالطبق الاول. غنحتاجو صينيه اللي كتدخل الفرن، غنحتاجو لجوج فيله ديال السالمون، يمكن لكم تستعملوا اي حوت بغيتو كما قلت لكم هناك، فقط كافكار كنضيفو ليه شويه الملحه وشويه الابزار، وغنضيفو كذلك شويه ديال الموطارد. غادي نحتاجو حامضه اللي غادي نقطعوها شرائح، وكل يعني شرائح ونقسموهم على جوج. غادي ناخذو هذيك التتبيله اللي حطيناها، غندهنوهم ندهنو السالمون ديالنا او اللي كتقولوا ليه الصومو، كندهنوه مزيان. وغادي نضيفو ليه ورق الشبت، هو اللي كيكون العروشه ديال البسباس، هو اللي كيتسمى ورق الشبت. كنحطوه ونحطو فوق منه الشرائح ديال الحامض، ونضيفو ليه واحد شي شويه ديال زيت الزيتون، وكندخلوه الفران اللي سخناه قبل على 180 درجه، يطيب لينا ما بين 15 حتى 20 دقيقه. بالنسبه للخضر اللي غادي نرافقو به السلمون، عندي هنا بطاطا خليتها بالقشره ديالها، بطاطا البيضه اللي عندها القشره ديالها رقيقه كتجي احسن. غادي نقطعها مكعبات كما كتشوفوا في الفيديو. كنديرها في كاسرونه وندير ليها الماء وشويه الملحه، غادي نسلقها فقط نص سلقه. من بعد غادي ناخذ الصينيه اللي كتدخل الفران، كنضيف فيها البطاطا والبروكولي، غنضيفوا شويه الملحه شويه الابزار، عندي الثوم بودره، وغادي نضيف كذلك الاعشاب الايطاليه. هذا الشيء كيبقى اختياري، المهم يعني كما قلت لكم كافكار، وكيجي الصراحه لذيذ، كتجي هاد البطاطا والبروكولي لذاذ بهاد التتبيله. ونضيفوا شي شويه ديال الزيت، الزيت ماشي زيت الزيتون، الزيت العاديه، وندخلهم الفران. هي شويه لا حسيتوا البروكولي طاب قبل من البطاطا، يعني حيدوا البروكولي هو الاول وخليوا البطاطا تتحمر لكم. ندوزو دابا للسلطه اللي غترافق لينا. غنحتاجو مطيشه مقطعه مربعات، غنحتاجو كذلك خيار اللي مقطعته مربعات، عندي هنا الكبال اللي شويته راسي كيجي زوين الصراحه هكاك احسن من ديال الحك. غنحتاجو افوكا حتى هي اللي قطعتها ودرت ليها شويه الحامض باش ما تكحل ليناش، وكذلك غنحتاجو شويه البصله، كتبقى اختياري اللي بغى البصله واللي ما بغاش مقطعه رقيقه شرائح. وغنحتاجو الزيتون، هنا هذا النوع الزيتون كالاماتا، محيد ليه العظم. بالنسبه للصوص كنديروا صوص فينيغ اللي معروفه، شويه زيت زيتون، غنحتاج شويه الحامض، العصير الحامض، ضفت ليه شويه الخل كذلك الابيض، الملحه، الابزار، وهنا كاضافه غنضيف الاعشاب الايطاليه حتى هما كيجيو زوينين في السلطه. وكنخلطها مزيان حتى كتولي لنا شويه خاتره. وبالنسبه لهنا لا كنتو غادي تاكلوا هذيك الساعه راه تحطوا الصوص، ما كنتوش غادي تاكلوا هذيك الساعه، يعني فقط تحطوها وخلي الصوص تن من بعد وتحطوها. هنا خديت علب خاصين بالميل بريب، يعني كيكونوا اشكال فيهم لا بغيتيو هي جوج. بالنسبه اللي في استراليا خديتهم من كيمارت، يعني كيسهلوا وفي نفس الوقت يعني تقدروا تعملوهم حتى في الفريزر، في الثلاجة، في الميكروويف، يعني مزيانين خاصين للاكل. هنايا حطيت السالمون، حطيت البطاطا، البروكولي والسلطه. هنا السلطه ما درت ليهاش الصوص، يعني حتى ما يبغي الواحد ياكلها عادي يدير ليها الصوص.
ندوزو دابا للطبق الثاني. عندي هنا الصدر ديال الدجاج اللي بطبيعه الحال غسلناه مزيان قبل ونشفناه. غادي نقطعو شرائح يكونوا رقاق، فيلي صغار ورقاق في نفس الوقت. بالنسبة للتتبيلة غنحتاجو عصير الحامض الأخضر، لما عندكمش ديرو الأصفر، شوية ديال الكمون، عندنا الثومة محكوكة، وهاد الدجاج كيجي زوين بهاد شوية العسل. عندي هاد العسل فيه مطحون فيه سكينجبير، لما عندكم زيدوا شوية سكينجبير. غنحتاجو القزبور حبوب، كذلك شوية الملحة وشوية الإبزار. وكنضيفو شوية ديال الحار، كيبقى اختياري بغيتو تضيفوه أو ما بغيتوش، وكنخلطوه مزيان. وكنضيف شوية ديال زيت الزيتون، وغنضيفو شوية ديال القزبر مقطع قطع صغيرة ماشي المعدنوس، القزبر، ونخلطو مزيان ونغطيه ونخليه على الأقل نص ساعة في الثلاجة يرتاح. من بعد ما كدوز لينا نص ساعة كناخدو مقلاة ونضيفو فيها هي شوية ديال الزيت ونحطو الدجاج ديالنا يطيب. هذاك العسل اللي ضفناه كيعطيه نكهة، وفي نفس الوقت كيعطيه كيجي محمر في الشكل ديالو، كيجي رائع الدجاج كما تشوفوا كيجي مذهب. وغادي نرافقو الدجاج بالرز. غناخدو كسرونة شوية كبيرة، نضيفو ليها شوية ديال الزبدة، شوية ديال زيت الزيتون، يعني خليط ما بين الزبدة وزيت الزيتون. كنضيفو بصلة اللي تكون قطعة قطع صغيرة، يعني مشلضة صغيرة، وكنضيفو لها ثومة محكوكة، وكنخليوه يطيب واحد شوية حتى كيدبال لينا. كنضيفو الرز بسماتي وكنخلطوه، ونضيفو ليه ورق الرند يعني ورق موسى، وشوية الابزار، شوية الملحة، وشوية ديال الخرقوم البلدي. هاد الوصفة الرز كتجي لذيذة بزاف. كنخلطو شوية حتى يتشرب لينا هذاك الرز. من بعد غنضيفو الماء سخون. بالنسبة هنا لضفتو كاس ديال الرز، كتضيفو جوج كيسان ديال الماء سخون، وكنقصو من العافية لآخر درجة، وكنغطيه ونخليه يطيب على خاطره لمدة تقريبا 10 دقائق، كيبقى هكا حبة على حبة. بالنسبة للسلطة اللي غترافق لينا، عندنا الخيزو محكوك شكل طولي، كروم تاهو طولي، وتفاح تاهو اللي قطعته شكل طولي، درت ليه شوية ديال العصير الحامض باش ما يكحلش. بالنسبة للصوص اللي غادي نديروها فيه، جوج معالق كبار ديال يعني الياغورت طبيعي، معلقة صغيرة العسل، شوية المايونيز، شوية زيت المائدة، شوية عصيرة الحامض، وغنديرو شي شوية ديال الملحة. ولا جاتكم شوية الصوص ثقيلة، كنضيفو لها واحد شي شوية الماء، وكنخلطو باش تجينا مزيانة من خلطوها مع السلطة. وهناك اضافات بغيتو تضيفوها او ما بغيتوش تضيفوها ماشي مشكل، شويه ديال الزبيب، وغنضيفو كذلك شويه القرقع في الاخير، هادو فقط اختياريين. كنديروا لاصوص وكنخلطو. هاد لاصوص كلما بقات في هاد السلطه في الثلاجه كلما كيتشربوا هادوك، كيتشرب الخضر والتفاح، وكتجي بنينه اكثر. وكنوزعوا بالطريقه اللي كتشوفوا في الفيديو. بالنسبه كما قلت لكم، هادو فقط باش تاخذوا افكار وافكار الاكلات شويه صحيين، وكذلك الافكار في نفس الوقت اللي بغى يوجد الماكله يومين قبل، لكان مشغول، لكان عندها يعني كثير اشياء السيمانه
يعني كينفعوا بزاف. ولا عجبوكم بحال هذا النوع ديال الوصفات، ما تنساوش تخليو لي التعليق ديالكم والتشجيعات ديالكم، وكنشكركم دائما على تشجيعاتكم. نتلاقاو ان شاء الله في وصفة جديدة. دمتم في امان الله، والى اللقاء.